تعيش مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي حالة عدم استقرار في ظل قصف يستهدف أطراف المدينة والقرى حولها. وتعد هذه المدينة الأكبر في ريف إدلب الجنوبي، ويعيش فيها آلاف من أهلها إلى جانب 23 ألف نازح إليها بحسب مجلسها المحلي. هناك حالات تخوف شديد من القصف، والناس ما في مكان تنزح عليه، فمجبرة أنها تظل في المدينة. صارت حالات نزوح بس يعني تعد على الأصابع، حالات خفيفة جدا. حركة الأسواق في المدينة تشهد عدم إقبال عليها بسبب الخوف من استهدافها بالطيران المروحي والحربي على حد سواء. كانت أسواق خان شيخون شهدت في فترات سابقة عدة مجازر نتيجة القصف بالبراميل المتفجرة. يعني قبل 4-5 أيام في عالم، في حركة، العالم بالشوارع مليانة. هلأ ما في، الحركة خفيفة، يعني حركة نزوح كتير، إن كان هون وإن كان برا، يعني برا المناطق، يعني خفت الحركة كتير يعني بين الشوارع والكذا. يسيطر الخوف على الأهالي بعد سلسلة غارات جوية دمرت مراكز حيوية في المدينة، منها مركز الدفاع المدني، علاوة على القصف اليومي الذي يستهدف التلال والأراضي الزراعية المحيطة بها. الوضع مثل ما انك شايف، في تخوف شوي من القصف، بس الناس عم تتابع حياتها وعم تتابع امورها المعيشيه بشكل جيد، عم تتجنب الاماكن اللي صار فيها مجازر سابقا، لانه شفت القصف عم ينقطع شوي بيرجع شوي، فالناس لهلق في عندها تخوف من القادم، في عندها تخوف من الجاي، عم تحاول تمشي امورها المعيشيه، تتابع حياتها بس بالابتعاد عن الاماكن المشبوهه اللي صار فيها كثير مجازر وعن تجمعات، بحيث انه قدر الامكان تحافظ على حياتها. تعتبر خان شيخون ثالث مدن ادلب من حيث عدد السكان والمساحه، وأهمها حالياً بسبب موقعها المطل على الطريق الدولي الواصل بين دمشق وحلب. يعيش أهالي مدينة خان شيخون بترقب شديد للأيام القليلة المقبلة، فالخوف من عودة القصف وارتكاب المجازر في المدينة المكتظة بالسكان هو سبب خوفهم. أحمد أمين، تلفزيون سوريا، من مدينة خان شيخون في ريف إدلب.